مشاهدينا، الفيديو يلي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن شركة صائر التجارية بيعكس روحية الأعياد. لنعرف أكثر عن هالمبادرة بدنا نستقبل مدير التسويق بشركة صائر مستر جورج خوري. أهلا وسهلا فيك مستر خوري. بداية، الهدف الرئيسي من هالمبادرة شو هو؟ الهدف من هذه المبادرة، احنا حبينا بمناسبة الأعياد يكون عندنا جزء كمان لنقدر نساعد العالم اللي حابين تيجي تعيد مع عائلتها وأصحابها اللي صار لهم زمان بعاد عنهم، وقدمنا نحن تيكتات لحتى يجوا على لبنان ويقضوا العيد معهم. فمن هون طلعت فكرة نحن ما تخلي حدا عدبان عليك، بيقولوا العتب عقد المحبة، وبالأعياد بيصير العتب أكثر، خصوصا على العالم اللي ما عيدوا معهم ببين برا. فطلعنا بفكرة ما تخلي حدا عدبان عليك، اللي هلا حنشوفها عبر الفيديو، بتشوفها كل حدا قريب منك كيف يكون عدبان عليك بطريقته الخاصة. خلينا لكن نحضر الفيديو ونرجع نتابع الحديث معك. تانت كلودات عتبان عليك، ما عم تشرب قهوة معه. إذا بعدك أعزب، خالته فيوليت بدها تقلك نفرح منك، وإذا تجوزت بدها تقلك نقشع لك عريس. العم فريد صار له 10 سنين ناطر ليردلك دق الطاولة اللي خسره، وابن خالك فادي صار له 10 سنين ناطر ليردلك هالعزيمة. البيست فريند زعلان لأنه ما بيشوفك إلا على فيسبوك. أختك ريما بتقول إنك مش مقصر، بس ما عبالك تتعرف على بنت أختك؟ أمك وبيك مش عتبانين عليك، عتبانين على هالأيام يلي مبعدتهم عنك. هالعيد صقر بيهديك فرصة لترجع على بلدك لبنان وتعيد مع عائلتك وأصحابك. تسجل على الموقع الخاص بهالمبادرة saqrrealestate.com/christmasinlebanon. يعني فعلا مبادرة كتير حلوة، والفيديو كمان كتير حلو. كيف لحتى طلعت معكم هالفكرة؟ هي طلعت الفكرة من الحياة اليومية لكل لبناني. عطول في ناس بتكون كتير قريبة منك، بصير تعتب عليك بكل مراحل، إذا أنت ما تشوفك وما تسمع منك، مثلا بتشوف خالته فيوليت كل ما تلتقى فيك بدها تقلك نفرح منك، وإذا مزوج عطول بيكونوا لحينك بفرحة عريس. خالتك بتكون عدبانة عليك لأنه ما عم تشرب معها فنجان قهوة، ومن خالك لأنه ما عم بيلعب معك دق طاولة. فشفنا كل هول القصص الصغيرة اللي بتعطي معنى الحقيقي للواحد، خصوصي اللبناني اللي بيعيشون على طول بيستفاد له اكثر بالعيد ليكون حدا قريبينه. فمن هون طلعت الفكره. وحتى كمان الكاست انعمل من فريق صائر ريل استيت، ما جبنا كاست بروفيشنال، وعالم عندها ناس عايشه برا. يعني بتشوف خالته فيوليت هي عندها اكثر من 7 اولاد وسبعتهم بكذا بلد عايشين برا، فبتشوفها عن جد الاحساس طالع مظبوط بالفيديو. والاهل حقيقي مظبوط، والاهل اللي شفناهم كمان بالفيديو عندهم 3 اولاد بامريكا وصار لهم كذا سنه مش شايفينهم، فكمان هيك تاثروا كثير هن عم بيصوروا الموفي. فمن هون طلعت الفكره، وحبينا يكون الاحساس عن جد حقيقي لنشجع العالم انه ونذكرهم انه اهم شيء وتقضوا الاعياد مع عيالكم، ونرجع نعطيهم فرصه ليعيشوا على لبنان. انه مثل ما ذكرت جورج، الفيديو حقيقي حقيقي، يعني ما كانه ما في حدا عم بيمثل، كل واحد عم بيقول مشاعره حالته، بيعكس واقعنا على الصحيح، والعبارات يلي استعملت هي يلي بنحكيها دائما حتى نكون قراب من العالم. هلا يلي لازم يكونوا قراب من المسابقه والمشاركه، مين مؤهل انه يكون موجود معنا؟ هلا كل حدا لبناني ساكن برا هو مؤهل يكون بالمسابقه. كل شيء عليه يفوت على saqrrealestate.com/christmasinlebanon ويفوت المعلومات المطلوبه بالمسابقه لحتى يربح فرصة من عدة فرص، من عدة تيكتس عن نحن عم نقدمهم ليجي على لبنان. مجرد ما يفوت المعلومات تبعونه حيصير في عنا سحب نحن ب 16 الشهر بالأول سحب، ولأنه الإقبال 16 الشهر. كيف رح يكون السحب ووين وكيف؟ السحب حيكون بطريقة عشوائية أونلاين، يعني كل ما يجوا كل السبمشنز حنعمل ريشافلينج نحن، وحننقي عدة أسامي نهار الجمعة. وكنا أول شيء محددين نحن 8 تيكتات، بس لانه الاقبال يعني باقل من 48 ساعه انتشرت على اكثر من 20 بلد تقريبا، اجانا ريجستريشن صار عندنا ميات الالوف، فقررنا نحن كمان نزيد عدد التيكتس ونعمل سحب ثاني ب 19 الشهر. يعني انتم كنتم مقررين تيكتس محدد عدد معين، قد ايه؟ بلش 8 تيكتس، كنا 8 صرنا هلا ما بعد ما حددنا الرقم صراحه، ما بدي التزم برقم، بس ان شاء الله نقدر نعطي قدهم كمان ب 19 الشهر. يعني بتحسوا انه في ناس كانت عن جد ناطره هيك فكره لحتى او حدا يشجع؟ هي فكره المجيء على لبنان والتيكتس، يعني تربحي تيكتس قضي، لان في كثير ناس عندهم مشاكل فاينانشلي مش قادرين على العيد، يعني بيغلوا اكثر شيء التيكتات. التيكت اللي بيكون حقها 500 دولار بتصير ب 1000 1500 بالعيد، وخصوصي العالم اللي عندها اولاد وعندها عيال،
فبتقلك مصروف ما بتنزل على العيد بتقضي هونيك وبينزلوا باللو سيزن يلي ما كتير في مصاري فحدا يساعدهم كله بيتحمس يعني بشرفه. هلا يلي عم بيتشاركوا اللي عم بيشاركوا بالمسابقه قد ايه اعمارهم وضعهم الاجتماعي عاده كيف عم بيكون كيف عم بتحسوا؟ هلا نحن من باب الترانسبيرنسي صراحه يعني ما حددنا ولا كرايتيريا بشو لازم يكون الوضع او شيء مجرد ما تتسجل عندك فرصه فبعد لهلا ما بنعرف يعني بس يصيروا سبمشنز والسحب نقدر نعرف عن جد كل واحد شو وضعه وقد ايه صار له مش نازل على لبنان. نحن تركناها مفتوحه وما حددنا شروط بالمسابقه. يمكن بتحس كمان الاشخاص اللي عايشين برا يمكن تحمسوا اكثر وصاروا بحسوا بامان لانه الاوضاع بلبنان يعني مزبوط تحسن مليون بالمية. وحتى هلا بعد ما صار عندنا رئيس جمهوريه وتحسن الوضع الاقتصادي العالم كلها صارت تحس مثل ما قلتي بامان ليرجعوا ينزلوا على لبنان ويعايدوا. صحيح. هل هذا تعتبروه جزء من استراتيجيه سي اس ار وهل هذا الشيء رح تعتمدوه سنويا؟ نعم. هلا كسائر ريل ستيت نحن عندنا كسائر هولدنج كجروب كمان عندنا مشاركه كثير كبيره بالمسؤوليه الاجتماعيه فهالفكره هالسنه طلعت فكره ما تخلي حدا عدبان عليك، السنه الجايه حيكون اكيد في افكار ثانيه او يمكن نعيد نفس الفكره وفي قصص زياده عم تنعمل مثل عم نشجع كل اليونج ارتست واليونج ديزاينرز لحتى كمان نقدر نطلقهم كمان نعرض نعمل اكزيبيشن نعرض كل الشغل تبعهم معارض خاصه وحيكون هذا جزء من المسؤوليه كمان للخطه ل 2017. يعني بشكل عام المسؤوليه الاجتماعيه او سي اس ار على مين بتعتمدوا فيها؟ يعني مين يلي بيطلق هالافكار؟ على مين بنتكل عليها؟ نحن عندنا فريق متخصص هو حتى يشوف نحن كيف نقدر مثل ما بيقولوا نساعد قد ما فينا ان كان اللبنانيه اللي عايشين برا العالم اللي بحاجه لدعم صغير فكل هذا الدعم حاول نقدمه بغياب او بعدد محدود من الجمعيات اللي بتقدر تقدم هذا الشيء فنحن كشركه عم تستثمر بهذا البلد كمان بدنا نساهم بالمجتمع ونقدر قد ما فينا نساعد. وشو في عندكم محضرين مشاريع مستقبليه؟ كمشاريع مستقبليه نحن في عندنا هلا كانت عندنا اول هيرو بروجكت اللي هو ادمير صار له اكثر من 3 سنين بالسوق وصار 70 منه اكثر من 85% هو جزء من سمارت فالي اللي حيكون اكبر مشروع بالشرق الاوسط. سمارت فالي بيطمن ثلاث عناصر هن في فالي اكبر ويلنس سنتر بيمتد على مساحه 35000 متر مربع وعندنا مشروع جديد يلي صراحه ما بقدر كثير اعطيكي تفاصيل عنه حيكون ايقونه معماريه حيغير مفاهيم العيش كلها وربح اووردز بمسابقات عالميه ان شاء الله بنص 2017 حنطلقه للببليك. خلينا نشوف سوا هالفيديو صغير. Trailblazing endeavor by Saka Real Estate that will put Lebanon's name next to the names of the biggest and most advanced countries in the world. Imagine living in a smart hub, surrounded by recreational, fitness, wellness, and healthcare amenities, whose sole purpose is enhancing the quality of your life. Imagine a house fully automated and connected, where all your home systems run on a single server. Imagine living in a house tailored to your needs and ready to react to any emergency. Soon, a few steps from your door, the Valley Spa will be dedicated to pampering your senses and bringing harmony to your body and soul. Soon, the region's largest wellness center will open its door to discover specially designed treatments and therapies. Soon, you'll be living in a place where you won't even notice that around you the valley is expanding, whereby nearby construction doesn't harm the environment, where noise is minimal, excavated material is recycled, and existing trees are relocated. جورج خوري مدير التسويق بشركة صائر، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم وكل توفيق بكل مشاريعكم المستقبلية. شكرا لك. Thank you.